لتر لبن، هياخد نص كوبايه رز هتتسلق في كوبايتين ميه. دي اول خطوه معايا، نص كوبايه الرز في كوبايتين ميه يتسلقوا لوحدهم الاول، وبعد ما يتسلق ويطرى خالص معايا، وده لازم، بروح نازله على طول بلتر اللبن، بفوض منه شويه حوالي كوبايه، وبعد كده بروح حاطه نص كوبايه سكر وادوب كله في بعض واسيبه يغلي. على ما يغلي الرز بقى باللبن اللي حطيته، هدوب معلقتين كبار نشا في حوالي كوبايه اللبن اللي انا ايه فوضتها من نفس اللتر، يعني انا ما بحطش لبن تاني ولا سوائل تاني، هو نفس لتر اللبن اللي عندي. هدوب كده وابقى انا كده عملت احلى رز بلبن. يا رباب صباح السعاده. يا رباب ازيك؟ ازيك يا حبيبه قلبي؟ صباح الفل عليكي، قنبله قنبله سعاده. بجد احلى رز بلبن ممكن يتاكل في الدنيا يا حبيبه قلبي. لا جربي المقادير، يعني ما شاء الله قد ايه مظبوطه. يا رباب بجد والله فعلا المقادير على الشعره، عارفه اللي بنقول ما تخرش الميه، هي ما تخرش الميه. انا عملته كذا مره بعديكي طبعا، حبيبتي خطير خطير، والوش اللي كرمش بقى وكده. اه بيكرمش لنا وشه، بس احنا للاسف بنحب كرمشة الرز بلبن جدا بالذات. جدا من ايديكي زي الفل. الله يخليكي والله، كلك ذوق. تسلمي لي كل اللي بتعمليه جميل. تعيشي يا قلبي، تعيشي، نورتيني. ربنا يديكي الصحة. صباح السعادة عليكي يا حبيبتي. صباح الخير يا حبيبتي. صباح الفل. بصوا اهو اللبن بقى هيبتدي يغلي معايا، لازم نفضل كده معاه واحدة واحدة، ونفضل نقلب عشان الرز ما يرقدش تحت ويلزق مننا. بصوا اهو تقليب تقليب، وعندي النشا جاهز، وكده كمان الرز مستوي. ودي يعني دي حلاوة وسهولة الرز بلبن بتاعنا ومقاديره، ان انا كل الوقت اللي باخده في الاول خالص لما الرز بيكون بيستوي في كوبايتين المية في الاول. بس مجرد ما الرز شرب كوبايتين المية واستوى، بقيت المقادير كلها اتحط على بعضها وشكرا، ولا اي حاجة خالص ولا اي اندهاشة. بس اهم حاجة بقى عشان اجي احوله بعد كده لقنبله، لازم اسيبه يبرد. ما ينفعش والرز بلبن سخن وابقى لسه غرفاه من الحله واحط عليه عصير، احط عليه فاكهه، هيمتص كله، هتبص تلاقي كله اختلط على بعضه، ما بقاش كده طبقات جميله. تعالى يا دغر نشوف الحركه دي. حتى بص الحركه دي، بصوا غلي معايا اهو كده، الرز كمان ابتدى يتشرب من اللبن. المنظر اللي انتم شايفينه ده، بصوا اهو اهو في المرحله دي جه وقت معلقتين النشا اللي دوبناهم على البارد بره. اقلب تاني كده. بصوا بقى بنعمل ايه، اتعلمنا الحركه دي من امهاتنا، بتقولك لفي الحله الاول، خلي الحله بالرز بلبن تلف كده معاكي قبل ما تنزلي بالنشا، عشان النشا ينزل يلف معاها، ما ينزلش يكلكع لي تحت. يعني ايد بتلف الحله وايد بتنزل لي النشا باللبن، سرسوب كده بالمنظر ده اهو، شايفين ازاي؟ بس كده. ودي كمان بتسهل جدا جدا توزيع النشا، وعلى طول يغلي على طول ويبقى ربط معايا، والرز بلبن خلص معايا طري جدا وجميل. ومجرد ما يبرد هتبصي تلاقيه ربط معاكي كده سيكه كده، وقعد في التلاجه شويه يقوم على طول مكرمش لنا وشه.